الوصول إلى قلب المستهلك الجزائري بطرق ملهمة هي نتائج التسويق المبتكر والاستراتيجية الناجحة التي اتبعتها شيري الجزائر في تعاملها مع زبائنها. عن علاقتنا مع الزبون ونجاح هذه الاستراتيجية، كنا أكثر اطلاع وكنا أطلعناه أكثر وكنا يعني نتعامل معه بكل شفافية وبوضوح. كان انفتاح الشركة على الزبون أكثر لأنه نهتم كثيرا بالزبون الجزائري. كما أكدت بوطيطاو خامسة نفاذ الدفعة الأولى التي سوقتها علامة شيري بالجزائر خلال سنة 2023 والمقدرة ب10,000 سيارة، على أن تنتهي اليوم آخر عملية تسليم للسيارات. استراتيجية نجاح استراتيجية التسويق المبتكر لشركة شيري الجزائر، الحمد لله كان فيه شفافية ما بيننا وما بين الزبون، كان فيه انفتاح مع زبون جزائري، يعني كان على اطلاع بكل المراحل التي تتم فيها عملية طلبيته. تتويج شيري الجزائر في معرض بيكين ونجاح الشركة على المستوى الوطني يعكس استراتيجية الشركة في استقطاب زبائنها.